الفنانة بدرية طلبة منورانا فوشيا وبرحب بيك. اهلا بيكي. النهارده مهرجان القنوات الفضائيه، كلميني عن حضورك النهارده وعن التكريم. والله انا فرحانه جدا، انا بتكرم عن برنامج نفسنا انا وزميلاتي المنافسنات. أيوة. انتصار هدي حبيبه وانا معاهم. نفسنا ناس كتير متابعاه وناس كتير حباه، وخصوصا الستات حاسين ان هم قاعدين في بيتهم. البرنامج كنت متوقعين رد الفعل ده عليه في الاول؟ والله وانت في البدايه لما بتيجي تشتغلي في حاجه او بتبداي في حاجه بتبقيش يعني حاسبه لها يا ترى ايه يعني هتعجب الناس مش هتعجب الناس، هتلاقي استحسان من الناس. فانا كمان جيت عليهم في السيزون الثاني، انا ما بداتش معاهم، بس الحمد لله في وجودي في السيزون الثاني اندمجت معاهم وحققنا مع بعض حاجه كويسه، ويا رب نطلب من ربنا الاستمرار والنجاح يا رب ان شاء الله. بعد ما زادوا المنافسينات معاكم في البرنامج، اخبار الكواليس ايه؟ لا كواليسنا مرمطه. كواليسنا بنقعد نبخر بعض وبناكل فسيخ مع بعض وبنقلش على بعض وبنقفي على بعض، والحمد لله روحنا حلوه مع بعض وبنحب بعض.